Thank you.
العربي من مشرقه إلى مغربه. واليوم عندما رقص على أنغام تلك الأغنية أطفال مصر، أعتقد أننا تأثرنا جميعا لشباب مصر. أعتقد أن تلك الباقة المتواضعة هدية من جامعة القاهرة لأطفال مصر. أشكركم على حسن انتباهكم، أنا لا يسعني باسمكم جميعا إلا أن أتوجه بكل الحب والشكر والتقدير للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أطفال مصر. وهذا أقل واجب، باقة ورود للفرقة. يتفضل السيد الأستاذ الدكتور رأفت النبراوي عن كلية الآثار بتقديمها للفرقة ويتسلمها نيابة عنهم الفنان القدير كمال. شكرا لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية الذي لبى تلك الدعوة الكريمة، ورئيسه الأستاذ الدكتور حمد الجبري، وقطاع البرامج والفنانين الكبار الأساتذة اللي شرفونا الليلة. وشكر لكم جميعا وإلى اللقاء.